مشاهدينا بنجدد بحضركم التحية في ثاني فقرة حوارية من ساعة الخير ساعة صبحية. وما زالت المرأة المصرية متصدرة المشهد، هي رمانة الميزان، هي اللي هي بنعول عليها في نجاح أي عرس انتخابي أو استفتاء على قانون أو على دستور. تحياتي خاصة لعظماء مصر الهوانم، كل سيدة في كل ربوع مصر، وهوانم مصر كما نسميهم في مصر الزراعية، الفلاحة المصرية الأصيلة اللي دايما بتآزر وبتقف في جنب أبوها وأخوها وجوزها في البيت وبرة في الغيط وفي المشاركات السياسية. نعول على هذه العظيمة الجميلة الرقيقة صاحبة الفكر والرؤى، المرأة المصرية. يمكن الانتخابات 2020 السنة دي لها طابع خاص بحكم الدستور الذي خول إليها أن حد أدنى يكون 25%، وفكرة أنه حد أدنى يعني وارد أن يكون أكثر من 25% داخل قبة تحت قبة البرلمان من المرأة المصرية، وده أكيد هيكون ليه تأثير عن سابقيه في الرؤى وفي إصدار القوانين، لأن هي صاحبة رؤى ورؤية خاصة بها، وهي الموكل ليها كمان بعض التشريعات الأقرب إلى الطبع مثلا الشخصي، الأحوال الشخصية اللي هي قريبة من المرأة المصرية. المشاركة المرأة المصرية حتى في بعض عند أهالينا خصوصا في القرى وبعض المحافظات البعيدة بيعول على المرأة المصرية، فهنعرف دورها السنة دي كان توصيفه عامل إزاي، وأنهي درجة هي بتاخدها دائما بتتصدر المشهد مع سيدة مصرية عظيمة قيمة وقامة مشرفانا في ساعة الخير ساعة صبحية. دكتورة ولاء شبانة، استشاري صحة نفسية، مشرفانا في ساعة صبحي. صباح الخير يا فندم، وشرف وإضافة وجودك معنا. أشكرك كتر خيرك. المرأة أحرف من نور بلا مجاملة يعني، وده أم وأخت وزوجة وبنت ومتصدرة المشهد، وخلاص الانطباع ده اتاخد، هنجح يكون في ظهري سيدة موجودة في الطابور. التزام، احترام، رؤية وفكر، ولكن هناك بعض السقطات هندردش فيها، ان ربما البعض يعني يتلاعب بدماغ بعض اهالينا ان هو ينتخب شيء او فلان عن فلان. فانا بتكلم، ارجع تاني للنقطه الجوهريه الاساسيه، معايير الاختيار عند المراه المصريه شايفاها حضرتك ازاي؟ والله وان كانت شهادتي مجروحه الحقيقه، لكن يعني الكثير من متابعيني او مشاهديني عارفين ان انا الحمد لله حياديه جدا في هذه النقاط التي تطرح من خلال المقارنات بين الرجل والمراه. فأشهد الله فعلا أن المرأة دخولها في مجال العمل الانتخابي والعمل السياسي يعني قمة العدالة الاجتماعية. صحيح. اللي بتتحقق من جانب المرأة بشكل كبير جدا، وده مش لأن هي مرأة لمجرد الاسم، لا، لأن هي بتخوض الحقيقة معارك انتخابية داخل الحياة أو معترك الحياة بشكل كبير قوي، يمكن إحنا ما بنبقاش مدركينه. يمكن رب الأسرة دايما كنموذج صغير، رب الأسرة دايما هو بيعول على أنه المصاريف البيت، مسؤوليات البيت المادية، يعني جاست إت، ما فيش أكتر من كده. لكن الست المصرية الأصيلة وإن كانت بتفاوت الطبقة الثقافية أو العلمية أو المجتمعية، هي اللي عارفة ميزانية البيت شكلها إيه، هي اللي عارفة الأسعار زادت قد إيه وقلت قد إيه، هي اللي عارفة مستوى التعليم ماشي إزاي، هي اللي عارفة المستوى الثقافي للمجتمع ماشي إزاي بحكم احتكاكها مع أولادها ومع جارتها الفضليات وما إلى ذلك. فالست فعلا ملمة بأشياء كثيرة جدا قد يغفلها الرجل بحكم يعني معترك الحياة وصعوبتها. لذلك نحن بنعول على المرأة بكافة حقوقها وواجباتها تجاه وطنها دلوقتي، بفكرة على الأقل إن هي بتحث زوجها على خوض المعارك الانتخابية. أيوة. سواء الرئاسية أو المجالس النيابية وما إلى ذلك، بفكرة إن هي عارفة إن قد إيه الصوت ده أمانة بشكل أو بآخر، بفكرة إن هي موجوعة بأشياء ما، تعلم جيدا أنها لو أخذت صندوقا من الطعام الآن ليكفيها أقل من 5 ساعات أو بالكتير 5 أيام، تعاني منه 5 سنوات فيما بعد. تحياتي على التعبير ده وعلى هو المختصر اللي فيه طبعا. لذلك أنا يعني شفت الكثير من النساء وإن كان حتى مستوياتهم الاقتصادية يعني متفاوتة بشكل أو بآخر، كانوا بيتكلموا بمنتهى الفكاهة، اللي هي فكرة إيه، خدوا اللي أنتوا عايزينه يا جماعة، خدوا فلوس ولا خدوا صناديق ولا خدوا أكل زي ما أنتوا عايزين، بس في الآخر صوتنا هنعمل بيه اللي إحنا عايزينه. ما حدش يضحك علينا ويقول لا أنت تصور لي الورقة جوه وتصور لي
انت صوتت على مين او انتخبت مين، لان الكلام ده ممنوع قانونا اصلا، ومن حقك ان انت ترفض اصلا الفكره دي بشكل او باخر. فخدوا اللي انتوا عايزينه، لكن في النهايه اختاروا اللي انتوا عايزينه. ده بمنتهى الاريحيه نقدر نوصلها للجميع، لان فكره ان اقدر ان انا اطلع نائب في مجلس الشعب يعبر عن صوتي، هو لو مش حاسس بيا مش هيقدر يوصل صوتي بشكل صحيح. اكيد من اختصاصات مجلس الشعب او النائب داخل مجلس الشعب ليه سلطه ان هو بيناقش القضايا التشريعيه والمهام التنفيذيه، ويناقش الى اعلى المستويات قرارات السيد الرئيس. فيعني كيف لك أن تضع هذه المسؤولية في يد من لا يعلمها؟ كيف لك أن تضع صوتك الذي هو أمانة تحاسب عليه أمام الله وأمام الوطن وأمام نفسك وأسرتك اللي هتعاني بعد كده من سلبية هذا الانتخاب الخاطئ؟ إزاي؟ يعني أنت بتحط مين في المكان ده؟ مين اللي على القدر من العلم والمسؤولية والدراسة والثقافة الكافية والحنكة الكافية اللي هو يقدر يقارن ما بين إذا كان قرار السيد الرئيس في بعض الأحيان خاطئ ولا صحيح؟ مين اللي يقدر؟ دي مهمة صعبة جدا جدا يا فندم. فكرة إن إحنا بنقول صوتك أمانة، لا، هو أمانة 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 إلى أبعد الحدود، هتسأل عنها يوم الدين وهتسأل عنها الآن. وإن لم تكن مقتنعا بأي حد من اللي موجودين على الساحة فلك أن تبطل صوتك، ولكن لا تعطي الفرصة لغيرك بأن يكون صوته مباعا. فتخاذلك في أن أنت تنزل الانتخابات في الوقت ده هيعطي الفرصة الأكبر، لأن أي حد ممكن يكسب هذه الجولة بشكل سلبي أو بآخر. حضرتك قلت كلمة جميلة جدا، النهاردة أنت لو بالبلدي كده أو ببساطة لو أخدت تمن صوتك ما تسألنيش عن خدمات، صحيح. ما تسألنيش عن وجودي معاك، صحيح. ما تسألنيش شرعت إيه وليه وإيه أضراره، ما تحاسبنيش. الجميع حاسب نفسه بنفسه، انت اخدت مقابل صوتك. ففعلا تحياتي لحضرتك. وعلى فكرة ان احنا يوكل لينا المهام، ان الرجل المناسب او السيدة المناسبة في المكان المناسب. كان في على ذكر ده، كان في احدى الجنرالات الروسي كان اتمسك في قضية مخابراتية، فلما ما سكوش عليه دليل خالص، لا جهاز ولا رسائل ولا حبر سري ولا فسألوه عن سر ليه هو باع وطنه، كيف باع وطنه، فقال أنا كنت بحط الرجل الغير مناسب في المكان وهو به كفيل. ففعلا هو يخرب الدنيا، فدي سهلة، صحيح. فده صحيح. تأكيد على أن الصوت أمانة، هيوصلني لصوت مناسب، نائب مناسب، فبالتالي مردوده علي تاني. أنا عايز أوضح حاجة بس بسيطة برضو تعقيبا على كلام حضرتك. هي فكرة أن أنا كمواطن لما يجي لي واحد عايز أن هو يشتري صوتي بشكل أو بآخر، لازم أحط نصب أعيني أن اللي داخل البرلمان ده داخل عشان يخدمني. فلو هو قادر أن هو يديني الإمكانيات المادية والإعانات اللي هو بيديها من دلوقتي دي، طب ما يديها وما يدخلش الانتخابات وخلاص. لكن انا ضد تماما فكرة ان اي واحد من اللي نازلين الانتخابات يكون بيشتري اصوات الناس. لكن اللعبة هنا على التحدي على وعي الناس. لازم يكون عندك وعي كامل ان اللي بيديلك وعايز يشتري صوتك ده هو داخل لمصلحة شخصية. لا يمكن يكون داخل لمصلحتك، لانه لو داخل لمصلحتك هيوفر القرشين دول ويدهم لك هو بره المجلس وخلاص، مش محتاج ان هو يدخل المجلس بشكل او باخر. لذلك في بعض الشخصيات اللي بتبقى بارزة جدا بدون ذكر أسماء، بارزة جدا فعلا علميا وثقافيا وعندها الاستعداد الكافي وهي في غنى أو في حل عن أن هي تدي للناس، لأن هي عارفة أن أنا لو داخل المجلس أو داخل تحت قبة البرلمان فأنا دلوقتي منوط بأن أنا بحمل أمانة أنا مش محتاجة أدفع ثمنها. نائب البرلمان الحقيقي اللي مفروض أن هو يحاسب نفسه جيدا، عارف أن هو داخل مش عشان مصلحته الشخصية، لا ده بالعكس، ده هو داخل يحارب ويجادل ويعارك ويتكلم في قضايا سياسية ويعادي أحيانا الحكومة كمان ببعض القرارات. إذن هو داخل لمصلحة الشعب اللي هو اللي هي المعادلة الحميدة يعني. بالضبط. بشكل أو بآخر، فكيف لك أن تشتري صوتا أنت غير آمن عليه؟ هو يمكن من الحاجات اللي هي بتطمننا أكتر وبتبعث طمأنينة أن الساحة مفتوحة ودايما في، والأرقام كتيرة في كل الدوائر. لسه زميلنا عاصم بيقول في إحدى الدوائر فيها أكتر من 35 مرشح، وكان بعض الدوائر تجاوزت 50 مرشح، فأنت قدامك الفرصة أكتر واختيارك بيبقى يعني على رؤى وعلى ثوابت عندك. ونرجعها كمان للدين اللي هو نرجع لصوتك أمان. أروح للعظماء وعظماء مصر دايما اللي هم الهوانم المرأة المصرية. وحضرتك قلت كلمة ان هي بتحس جوزها، ان هي بالفعل احنا بنشوف بعض المنوشات الخفيفة، لا انا لازم اطلع او مش لازم اطلع، فهو ده بيحصل، ده بيعمل حالة ثراء للانتخابات. ولكن استاذنك نطلع فاصل ونتكلم على عظماء مصر، فاصل ونرجع نكمل على العظيمة صاحبة الأحرف من نور، المرأة المصرية.
مشاهدينا بنجد بحضراتكم التحية، وما زلنا في فقرة حوارية بنتكلم فيها على عظماء مصر، سيدات مصر العظام، اللي هي دايما بتعتمد على ان المسؤولية تكليف وتشريف وليست مواسم ولا مراسم، بتصدر المشهد ورمانة الميزان. ضيفتي الكريمة دكتورة ولاء شبانة، اخصائية الصحة النفسية، كانت بتتكلم على ان السيدات هم اللي بيحسوا ازواجهم. يمكن انا من باب التحيز برضو وكراجل بقول برضو هي عملية مشاركة، ونرجع نرحب بضيفتنا، اهلا بيك كمان مره. ايه بقى يعني هم مين؟ مش عارف عشان ما نعملش ازمه بقى مع الرجاله. هم بيطلعوا الرجاله بس بعرفت الرجاله انا بقى كده اهو. ايوه بعرفت الرجاله كنوز والله. أيوة. مفيش حاجه. لا هي الفكره بس ان زي ما قلنا في اول الحلقه ان احيانا بتبقى الست مستوعبه بعض الاشياء اللي يغفلها الرجل بطبيعه تكالب الحياه او المعترك اللي احنا فيه دلوقتي، مثلا بسبب مثلا بعض الازمات الاقتصاديه او ما الى ذلك. ففكرة وعي المرأة أصلا بأشياء معينة، مثلا زي برضو تعديل بعض قوانين المرأة، يعني دي حاجات لا يمكن الرجل يستوعبها إطلاقا يعني. لكن هي بحكم مثلا قريباتها أو صديقاتها أو الناس اللي بتشوفهم على الجروب بقى، أيا كانت المستويات، هي لمسة بعض القضايا فعلا اللي بتعاني منها المرأة، وبتحتاج فعلا لتعديل بعض القوانين اللي هي بيها يا هي تدخل لمجلس الشعب وهي عارفه هي هتقول ايه، يا اما هترشح اللي يقدر يقول اللي هي بتعاني منه بشكل كبير يعني. بس فهي الفكره مش اكتر من ان هو تبادل ثقافه ما بينه هما الاثنين. مش هنقول والله هو احلال وتبديل، لا بالعكس، هو زي ما بنقول هو تبادل ثقافي ما بينه هما الاثنين. على ذكر الثقافه والوعي استاذنك مشرفنا بالاتصال الكاتب الصحفي محمد حماده، نائب رئيس تحرير الاهرام. صباح الخير يا استاذ محمد. اهلا وسهلا، صباح الخير بحضرتك يا فندم والساده المشاهدين. صباح النصر المصر في هذا العرس الانتخابي، وتحياتي ليك. قبل ما نبدا الحوار ونسترسل معاك على الفكره الجميله اللي حضرتك عملتها، اعرف مرشحك من باب الوعي، وهذا هو دور الاعلام وهذا دور الكاتب الصحفي اينما كان، هو منبر ورؤى وصاحب فكر خاص بيه. تحياتي ليك يا فندم. يا فندم والله يعني انا بتهيألي ان احنا كاعلاميين وكصحفيين لابد ان يكون لنا دور مجتمعي، خاصة ان احنا يعني الحمد لله في استجابة مع الشارع، خاصة على سبيل المثال مثلا عندما تم طرح مبادرة اعرف مرشحك واختار الصح، كان الهدف منها هو معرفة المرشحين والتعريف بسيرتهم الذاتية، وايضا من هو هذا المرشح وافكاره، بالاضافة ايضا الى افكاره ايه بالنسبة لحل مشكلات الدايرة. احنا عندنا مشاكل في الصحة، عندنا مشاكل صحيح. في التعليم، عندنا مشاكل في المحليات صحيح. كل هذه المشاكل عايزين نعرف رؤيته ايه، نقدر نوصل افكاره للناخب في الدائرة. وطبعا الحمد لله قدرنا ان احنا نعمل لقاءات كتير جدا مع المرشحين وبالصوت والصورة، وتم عرضها على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن ثم استطاع الناخب انه يتعرف على افكار المرشحين عن قرب، خاصه ان في بعض المرشحين ما عندهمش بلاءة مالية لعرض برامجهم و يعني اقامه مؤتمرات جماهيريه ولافتات وغير ذلك. ده كله ساعد في ان الناس تقدر تختار، خاصه ان الاختيار في المرحله دي في منتهى الاهميه. احنا في مرحله بناء دوله جديده، دوله عصريه، لابد ان يكون تحت قبه البرلمان او مجلس النواب من يعبر عن أمال وطموحات الشعب المصري. عندنا مشاكل كتير جدا، طبعا احنا لا نغفل ابدا الدور التشريعي وهو الاساس بالنسبه للنائب، لابد ان احنا نعرف هذا النائب ونتعرف عليه، هل هو عنده رؤيه للتشريعات التي من الممكن ان تحل مشكلات كثيره جدا بالنسبه للشارع المصري. هناك ايضا طلبات للشارع المصري، هذه الطلبات سواء كان بالنسبة لإتاحة فرص عمل، بالنسبة لخدمات جديدة، بالنسبة ل يعني محاربة التطرف، وأيضا لغة الحوار وغير ذلك. احنا ركزنا جامد جدا على الشباب، ركزنا جامد جدا على دور المرأة، انها لازم تنزل ولازم تشارك، وده أدى إلى ثمار في غاية الأهمية اللي جان. يعني بكلم حضرتك من بعد يعني جولات على العديد من اللجان في الدائره 19 بحلوان ومي والتبين والمعصره، الملفت للنظر ان الشريحه الموجوده الان هي شريحه الشباب. كان قبل كده كان بنلاقي كبار السن، بنلاقي النساء فقط، لكن دلوقتي الشباب بقى في وعي، عنده اراده التغيير، عايز يقف تحت يعني يقف مع المرشح اللي هو يتوسم فيه ان هو من الممكن ان يحل مشاكله في المرحله المقبله.
يبقى حضرتك بتأكد على ان حاليا وما فيش عزوف من الشباب. دائما هذا الاتهام اللي كان موجه للشباب انه عزوف عن الانتخابات او الاستفتاء لعدم الرغبة او عدم جدوى الموضوع بالنسبة له، فلكن هذه الانتخابات هي شاهد عيان على انه ما فيش عزوف من الشباب وهم عصب الحياة السياسية طبعا في مصر. ولكن اسمح لي استاذ محمد اروح للتخصص، ساعات المهنة غلابة زي ما بيقولوا، فبحكم شغلنا في الميديا وفي الصحافة، كيف ترى توصيفك للمشهد الانتخابي في ظل كم الدعاية ربما المبالغ فيها عند البعض، وهل ده كان ليه تأثير ربما يكون سلبي او ايجابي لصالح المنتخب على عقول الناخبين؟ هل حضرتك شفت ده الدعاية أثرت ولا لا؟ أنا عندي ثوابت للاختيار. ما زالت الأفكار القديمة موجودة، وهي فكرة إن أنا لما أكون عندي دعاية أكتر إن أنا ألفت النظر أكتر. لا، الموضوع ده أصبح يعني لا يؤتي ثماره. دلوقتي بقى في وعي، بقى في إرادة للتغيير. الوجوه القديمة منها بعض الوجوه المرفوضة كل وجزئي عليها علامات استفهام، وأيضا عدم القيام بدوره النيابي. اعتقد ان في نماذج كتير جدا من المرشحين ما عندهمش الملاءه الماليه ولا الحملات الكبيره لطرحه على الساحه في يعني في الدوائر، الا ان هناك مؤازره كبيره جدا جدا من الشباب ومن قطاعات كبيره، خاصه لما يكون لي دور مجتمعي. يعني انا مش هصحى الصبح كده واروح اترشح بالانتخابات، اكيد انا ليا دور مجتمعي، ساهمت في حل العديد من المشكلات الخاصه بدائرتي، في رصيد خلال سنوات يتم طرحه لعمليه الانتخاب. يعني ايضا فكره المبالغه في الحملات الدعائيه بياتي بنتائج عكسيه، خاصه ان احنا عارفين ان الناس دلوقتي رافضه فكره الرشاوى الانتخابيه. ليه؟ لان كان في قطاع بيعتمد على هذه الرشاوى من زيت وسكر وغير ذلك، وطبعا اثبتت التجربه ان هذا القطاع كان الهدف منه هو السيطره على الكرسي فقط لغير، وليس مصلحه الوطن وليس مصلحه المواطنين. هي تجربه الشعب المصري اتعلم منها. الشعب المصري رافض تماما للرشاوى الانتخابيه. الشعب المصري عنده اراده على التغيير، وطبعا يعني الان في الشارع المصري فكره انزل وشارك صوتك هيفرق، ده الشعار عند كل المصريين دلوقتي ان الصوت هيفرق في العمليه الانتخابيه، خاصه ان التجارب السابقه اثبتت ان الانتخابات لا تاتي بالاصلح. ليه؟ عشان خاطر العزوف عن المشاركه في العمليه الانتخابيه. لكن الان اعتقد ان الشارع المصري فطن الى هذا الامر، وفكره الرشاوى الانتخابيه مرفوضه كل وجزئي، من يعني بتعود بالسلب على المرشح الذي يلجا الى مثل هذه التصرفات. طيب ضيفتي دكتورة ولاء شبانة استشاري صحة نفسية مشرفانا في الاستوديو، فهي عندها سؤال حبت تقوله لحضرتك يا أستاذ محمد. طبعا تحياتي طبعا بداية لمبادرة حضرتك، وده شيء رائع جدا، لأن البعض من الناخبين بيجهلون دور أو البرنامج أو الشخصية اللي هم بيتعاملوا معاها كحد نازل في مجال الانتخابات. فطبعا يعني أنا بشكر حضرتك جدا بالنيابة عن الملايين طبعا يعني. لكن أنا بس عايز أسأل حضرتك برضو، بما إن حضرتك متواجد ميدانيا دلوقتي، هل برضو المرأة هي المتصدرة المشهد كالعادة مشرفانة، ولا الحمد لله في زيادة في عدد الشباب أكتر من الأعوام السابقة؟ بص حضرتك، طبعا المرأة، أنا بس عايز أوضح رؤية للمرأة. وجود المرأة ليس من هدف إن أنا أنزل انتخابات وخاصة استفتاء أو أدلي بصوتي فقط لا غير، لا، المرأة هي المجتمع. صحيح. المرأة هي الأم والأخت. المرأة هي اللي عندها استشعار بالخطر أكتر على الأسرة المصرية، فعشان كده تلاقي المرأة هي اللي بتبادر في الأول. دي نقطة. النقطة الثانية، في شرائح كتير جدا من الشباب موجودة، عمليات التنظيم، عمليات الإجراءات الاحترازية، في دور مجتمعي حقيقة أنا شفته في العملية الانتخابية، مش عايز اقوله لاول مرة، يعني بقالنا فترة كبيرة جدا ما شفناش الكلام دوت، وده ان دل يدل على ان هناك وعي لدى الشباب بخطورة المرحلة وخطورة فرض النماذج التي من الممكن ان تحقق لنا امال وطموحات، سواء كان بقطاع الشباب، سواء كان ذوي الاحتياجات الخاصة، حاجات كتير جدا جدا احنا محتاجينها الفترة القادمة. لا، في اقبال موجود بشكل معقول، خاصة طبعا النهاردة في يوم عمل بعد الساعة 3 أو الساعة 4 لما يعني ينتهي عملية العمل الدوام اليومي،
اعتقد ان نسبه الحضور هتبقى قويه جدا ومكثفه جدا في الساعات الاخيره بالنسبه لعمليات التصويت. تحياتي لحضرتك، شكرا للكاتب الصحفي محمد حماده نائب رئيس تحرير الاهرام على هذا التقرير الوافي، وكمان بكررك الشكر على المبادره الجميله اللي اكيد كان ليها يعني تاثير ايجابي على نوعيه الناخب وحسن اختياره. تحياتي ليك يا فندم. اتكلم على مشهد جميل خالص اللي هي فكرة الاتهام المسبق للشباب اللي كان فيه عزوف. انا فعلا استوقفتني كلمة ان صحيح. الشباب كتير، فدي خطوة تحسب صحيح. وده انما ينم على ان في ادراك وفي وعي وفي ناس فعلا عايزة عضو مجلس نواب بمواصفات خاصة، وبالذات لما بيكون مدعم من المرأة المصرية. هرجع برضو للمرأة المصرية ونرجع للسؤال اللي هو كان قبل الاتصال، انه هي حاسه الرجل والرجل داعم ليها في ان هي تطلع وتشارك. حضرتك برضه اصبحت بتحث كمان اولادها وجيرانها على هذا الواجب الوطني طبعا اللي لابد منه باي شكل من الاشكال. هو فعلا كانت يعني الفيدباك اللي كانت عندنا دايما هي فكره ان الكبار دايما هم اللي بيقوموا بفكره الدخول في اي مشهد انتخابي او اي مشهد سياسي بشكل او باخر، بناء على ان هم عقليتهم واعيه اكتر، ناضجين اكتر وما الى ذلك، والى جانبهم طبعا الاغلبيه للنساء. ولكن زي ما الاستاذ الصحفي ما تفضل وقال، هو طبعا الشباب دلوقتي بداوا يستوعبوا فعلا ان الفكره ما بقتش فكره ان لا طب انا هدي لك صوتي وهشوف انت هتعمل ايه. فبداوا ان هم يستوعبوا فكره البعد عن الياس او الاكتئاب اللي كان مصاب بيه الكثير من الشباب، اللي هو يعني خلاص ما بقاش في باعث امل، لا طب دلوقتي ده في حاجه اسمها حياه انتخابيه وفي حد اسمه مسؤول وفي حد اسمه ان انا ارفع صوتي ليه واشوف انا هعمل ايه بعد كده. فكره الوعي ده في حد ذاته هام جدا جدا، لان احنا يعني 99.9% بنعاني من قله الثقافه في جميع طبعا. المجالات للاسف صحيح. ويمكن ده للاسف بيسبب مشاكل كتير جدا جدا في جميع مناحي الحياه، سواء الاجتماعيه او السياسيه او الاقتصاديه صحيح. بوجه عام. لكن الادراك والوعي الثقافي دلوقتي بقى بيمثل الحمد لله شريحه كبيره جدا، واعتقد ان بقى في اقحام للموقف دلوقتي من بعض المثقفين، زي ما الأستاذ حمادة ما ذكر، ان في ناس ما عندهاش استعداد ان هي تدور ورا المنتخب ده هو يعني سيرته الذاتيه ايه ولا هيقدم ايه ولا هيعمل ايه. يعني انا مش هجري وراه عشان اعرف هو هيعمل ايه. ناس كتير جدا عندها الفكره دي، لكن فكره ان في فئه من المثقفين زي الاستاذ الصحفي الفاضل ما قال لا انت عندك 1 2 3 من المرشحين ده تاريخه كذا والسي في بتاعه كذا وهيعمل كذا وده كذا وده كذا، يعني خلاني على الاقل كناخب قادر ان انا استوعب هو ده هيفيدني ولا لا، او على الاقل هجرب مش هخسر حاجه هشوفه هيفيدني فعلا. فكره المواطن الايجابي ايوه بالظبط، انا بعمل اللي عليا وبعدين بدوري بنور الثاني الطرف الثاني او اللي هو عنده انتقاص في المعلومه. ده حقيقي. الانتماء يا دكتور يمارس ولا يورث. في مشاهد برضو وهي الاقرب للمراه، بذكر ان الحلقه يعني او الفقره دهيات بنتكلم فيها عن المراه المصريه ودورها في الانتخابات، بتشوف مشهد قد ايه في قمه الجمال والروعه وخصوصا السيده الاطفال. انت ان انا عشان اخده مثلا واروح مدرسه وانتخب ويجي الطفل او تاني يوم يلاقي نفس الفصل اللي كان فيه الصبح، فدي حاجات تراكميه هي اللي بتخلي فيه الانتماء. ممكن الاب عشان نكون برضو منصفين يقول له بس يعني للأسف. خليك قاعد دلوقتي وبعدين انا هاجي لك يعني مش عارف هو صدق ما هو يعني دايما بيقول الست يمكن عندها خلق اكتر عندها نفس اكتر في مثلا ورؤيه تاني اللي ده يطلع معاها تاني بقى عندها رؤيه ايجابيه لمجال التربيه الايجابيه دلوقتي فبدا المشهد بالنسبه لها يختلف كتير. وده مش اول مره الحقيقه يحصل، لا ده يعني ايام انتخابات الرئاسه احنا كنا بنشوف اطفال كانوا بيروحوا المدارس بتاعتهم وهم طبعا تحت سن الانتخاب وكانوا فرحانين جدا بان حتى في العلامه الفسفوريه كانت على ايديهم دي كانت بالنسبه لهم فهو ده الانتماء يعني كأنهم دخلوا مثلا حرب ونصر أكتوبر يعني صحيح. كان الموضوع بالنسبة لهم ده شيء مجيد. عايز أقول أن الهوية الوطنية أصلا بتبدأ من الأسرة نفسها صحيح. فكرة أن أنا عندي انتماء لبلدي ده بيبدأ من الانتماء للأسرة. فكرة أن أنا أحترم الكبير يعني بحترم الحكومة بعد كده صحيح. فكرة أن أنا بحترم أبويا يعني بحترم بعد كده رئيس صحيح. الجمهورية ومديري وما إلى ذلك. فكرة الاحترام المتبادل ما بين الأب والأم بشكل أو بآخر، وأيا كانت الخلافات اللي بيننا اتخانقوا والله مش هنمنع خناقات ولا حاجة، اتخانقوا زي ما أنتوا عايزين بس تنحوا
جانبا من الأطفال أثناء الخلافات الزوجية بشكل هام جدا جدا، عشان الطفل ده هو عارف بالنسبة له أن البلد الصغيرة أو البيئة الصغيرة بالنسبة له هي الأسرة، فلما بيكبر بالنسبة له المفهوم بيكبر بالنسبة له مفهوم الانتماء أكتر وأكتر. صحيح. عارف يعني إيه بيتي، يعني عارف يعني إيه أخاف على أختي، عارف يعني إيه أخاف على بنت الجيران، عارف يعني إيه أخاف على جارتي طنط فلانة، أن أنا المفروض لما أشوفها أشيل من إيديها الحاجة التقيلة أو أساعدها، أو أن أنا أفتح الباب لوالدتي وهي خارجة مثلا من مكان فلاني أو رايحة المكان الفلاني. سلوكيات وأدبيات، السلوكيات بالضبط والآداب اللي هي المفروض اللي دي متوارثة ومتعارف عليها بالنسبة لنا، اللي هي ألف به تربية، دي مهمة جدا بالنسبة لها. تعرفني يعني إيه بعد كده انتماء للوطن، تعرفني يعني إيه بعد كده الأسرة الكبيرة أو العيلة الكبيرة اللي هي بلدي بعد كده أحترمها إزاي، هتعرفني أحترم إزاي الكبير، هتعرفني يعني إيه قدوة بالنسبة لي، والمفروض إن القائد ده بالنسبة لي اللي بيقول 1 2 3 فبالتالي أنا بكمل وراه 4 5 6 هو ده الطريق الصح بالنسبة لنا. يبقى إذن الانتماء والهوية الوطنية والتربية الوطنية اللي بندرسها في الكتب لما بنكبر شوية بدايتها الأم والأب داخل الأسرة الصغيرة. صحيح، تأكد لكلام حضرتك. عايز تعرف يعني وطن، اسأل عنه اللي في غربة يقول لك حرفيا يعني ايه وطن، او حتى انت جرب انك تكون عايش بلا هويه او مش منتمي لاسره او كيان او وطن، الاحساس ده فاقد لانسانيتك طبيعي. وحضرتك قلت كلمه للأسف. طبعا، وحضرتك قلت كلمه جميله خالص، مردوده راجع عليا انا كاب وكاسره. لو احترم رئيس الجمهوريه ثم احترم قيادات بره في الشارع ثم احترم كبير السن وامام الجامع والقص في الكنيسة واحترم الرموز بتاعه بالتالي لا إرادي من أساسيات التربية، وحضرتك أدرى مني في هذه المفردات، يعني هيحترم أب وأم وعم وخال وشرعه، مش هشخبط على حيطة في أتوبيس ومش هيبوظ حيطة قصدي في مدرسة ويقطع على كرسي أتوبيس. هو ده الانتماء اللي هو بيمارس بالعادة، هي دي التربية الوطنية. منها جزء صحيحة. إنك تاخده الانتخابات بالظبط، ما تسيبهوش يعني هو الفكره بالنسبه له ان طالما انت مامن ابنك بشكل او باخر او معاك المطهرات الكافيه واخد الاجراءات الاحترازيه الكافيه، ايه المشكله بالنسبه لك ان انت تشارك في هذا العرس بشكل هام جدا بالنسبه لهم؟ ايه المشكله ان انت تغرز فكره ايجابيه في ذهن ابنك من هو يروح تاني يوم المدرسه او يكلم اصحابه او زملائه او جيرانه ويقول ان انا دخلت الانتخابات وعملت كذا وكذا؟ دي قمه التفاخر بالنسبه له. حتى لو احنا شايفين ان ده مبدا صغير جدا بالنسبه له، لكن لا، انا يعني دقيت ناقوس صغير جدا بيقول يعني ايه ناخب، يعني ايه برلمان، يعني ايه بلد، يعني ايه رئيس. أيوة. المفهوم بالنسبه له بيكبر واحده واحده، وبفتح ذهنه الحاجات هو المفروض ان هو محتاجها بشكل كبير، لكن لما فتح هذه المصطلحات بالنسبه له بشكل عملي ده هيبقى اوقع بالنسبه له كتير جدا كمجال هويه او تربيه وطنيه. الاسره نواه المجتمع، دي الكلمه ده اللي احنا دايما بنرددها دايما، وهي دي ثبتت مصداقيتها. ونتكلم برضو كحضرتك خبير تربوي ومختص بالصحه النفسيه اللي هي مردودها على الاسره المصريه في بعض التشريعات، حضرتك تتمنى ان هي تلاقيها موجوده في مجلس النواب القادم يكون مردودها اساسي ومباشر على الاسره المصريه، خصوصا في الصحه النفسيه، يعني تكون ملزمه ان الاب والام والمدرسه او المجتمع المحيط يعمل كذا بحكم القانون وليس بحكم العاطفة. يعني أتمنى في التعديلات النيابية الجديدة إن شاء الله بإذن الله أن يبقى في بعض التعديلات الهامة جدا جدا الخاصة بالمرأة والغير خاصة بالمرأة، ولكن تمسها بشكل اندايركت أو بشكل غير مباشر. أهمها المرأة المعيلة مثلا، لما بيتم مثلا الانفصال لقدر الله لسبب أو لآخر، فهي بيبقى من حقها أن هي تبقى موجودة في بيت للزوجية طالما هي في فترة الحضانة. طيب بعد فترة الحضانة ثم أما بعد، الست دي بتروح فين؟ صحيح. في الشارع. محدش للأسف التفت كتير جدا للفكرة دي، الست دي مصيرها ايه بعد كده، بعد ما أولادها ما بيكبروا خلصت فترة حضانتها؟ يعني انت كنت يعني القانون في اللحظة دي بيقول ان هي حاضنة للتربية والخدمة هذه الأولاد، وبعد ما تؤدي مهمتها تبقى في الشارع، ولا مصير الست دي ايه؟ المفروض ان ده قانون يتم الحقيقة تعديله. من ضمن القوانين برضو للأسف اللي هي ظالمة كتير قوي للمجتمع ككل، للراجل وللست وللطفل كمان، قانون الرؤية. قانون الرؤية محتاج تعديل قوي جدا جدا. أنا من جانب سايكولوجي بقول إن قانون الرؤية ده للأسف غير صائب، لأن فكرة إن أنت تشوف ابنك، تخيل إن أنت الحكم بتاع القانون بيقولك إن أنت بتشوف ابنك لمدة ساعة وفي ظل حراسة أو في ظل كذا وكذا، لا في كينونة بيت ولا في خصوصية ولا في حضن أبوي صحيح. هل ده نفسيا لائق؟ لا.
فكرة ان المفروض يكون في تعديل لـ 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 لما بعد الطلاق او ما بعد الانفصال لمعرفة ازاي العلاقة هتكون مرتبة بين المطلق وما بين الست المطلقة. ده للأسف بيبقى دايما النواة السيئة الاولى فيه بيبقى هو الطفل. ففكرة تقنين العلاقة فيما بعد الطلاق ده مهم جدا عن الاقبال على الزواج نفسه. صحيح. اعتقد ان القوانين دي لو نفذناها هتفرق كتير جدا. فكرة تقنين يعني الورقة اللي بخمسين جنيه يا جماعة عفوا لهذا اللفظ يعني اللي بنشتريها عشان نقول ان احنا اسوياء بدنيا لا تقل أهمية عن ان احنا ننفذها بشكل صحيح لانها بتتفادى مشاكل كتير جدا فيما بعد. اتمنى ان هي تكون مقننة بشكل رسمي مشرع. يعني فكرة التعامل النفسي السوي والتوعية زي ما اطلقت قبل كده مبادرة مودة التابعة لوزارة التضامن فقالت ان المفروض ان احنا نوعي الشباب ما قبل الزواج ايه واجباتي ايه اللي ليا ايه اللي عليا المفروض افهم اللي قدامي ازاي. فكرة الاختبار النفسي لا تقل اهمية عن ذلك على الاطلاق. فكرة التوافق النفسي ما بين الزوجين يعني احنا لما بنلاقي حد بيبادر بفكرة التوافق النفسي بنلاقيهم بيلجأوا للابراج. دي مهزلة الحقيقة يعني مع احترامي الشديد. لكن فكرة ان الاسرة دي تربت ازاي هل في كيمياء ما بين الاثنين ولا لا هل في سوية نفسية الى حد كبير بيتمتع بيها الاثنين ولا لا هل في المواقف الكتير تجنبا بقى وتنحيا للدباديب الحمراء والفالنتاين والحاجات اللي بتظهر فيما قبل الزواج دي هل هيفضل مستمر فعلا الجانب المشرق من الشخصيتين دول فيما بعد الزواج ولا هلاقي الستاره السوداء نزلت بعد كده. الحاجات دي اعتقد ان هي لا تقل اهميه عن القوانين الجنائيه اللي المفروض ان احنا نناقش فيها محكمه الاسره عشان اتجنب بيها مشاكل كتير جدا. على ذكر برضو الحب الشكلي دايما بيقول لك المراه لا تزهو عند سن معين بل تزهو مع رجل معين. هو حتى فكرة التوافق النفسي. وآخر كلمة ممكن حضرتك تقوليها سريعا رسالة في سؤالنا المحوري دايما كلمة من حضرتك للمرأة المصرية في أنها تنزل تشارك بقى. انت طبعا تاج على راسنا كلنا عظيمات مصر طبعا لا يقل اهميه عن الحكومه نفسها والله وان كانت الحكومه نفسها هي اللي بتكون داعم اول للمراه دايما. انت الام والاخت والصديقه والجاره واللي تقدري ان انت تحتوي الموقف بشكل كبير جدا مع اولادك وتحسيهم هما واخواتك وزوجك على النزول الى الانتخابات بشكل كبير او تخوض اي حاجه في المعترك السياسي. احنا ما نقلش اهميه ابدا ايا كان أنا فلاحة أنا صعيدية أنا امرأة عاملة أنا من كريمة المجتمع زي ما بنقول ولكن كلنا في الآخر عظيمات مصر. فلو سمحتوا محدش يتخلى عن دوره إطلاقا. خليكي دايما قوية وخليكي دايما مشاركة لبلدك. تحياتي ليكي وتشرفت بوجودك معايا. تحياتي. وآخر كلمة قالتها الدكتورة ولاء شبانة استشارة الصحة النفسية من عظيمة إلى عظيمات مصر انزلي وشاركي مصر وصوتك أمانة حبيبتي إذا كنت تعلمي أني أحبك فعلمي أني أحبك أكثر مما تعلمي عن بلدي مصر أتحدث. وما زالت الفقرات داخل ساعة الخير ساعة صبحية مستمرة على شاشة مصر الزراعية. استنونا وفقرة أكثر من مهمة بعد الفاصل.